السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل عام وانتم بخير. بناء على طلب الاخ منير سعد بيقول لي انت ليه ما بتنزلش عروض من اسكندرية؟ عرض النهاردة يا جماعة كله من اسكندرية، وكله حمام زينة مستوى عالي. رقم الموضح ده يا جماعة، ده صاحب الحمام، هو مش كاتب اسعار لان هو الحمام بتاعه مستواه عالي، وبالتالي الاسعار بتاعته مرتفعة شوية. فاللي عاجبه حاجة يا جماعة من الحمام ده يتواصل مع الرقم المثبت على الفيديو، ويتواصل مع صاحب الحمام يعرف الاسعار. هو الفيديو الاول جوز لونج فيش بولادهم، وده جوز اوزبك، ده ازاز فولكا معاه زغلول، الزغلول يا جماعة ده مفتوم عشان كده تلاقي ابوه بيضربه لانه بيجهزوا العش. عندنا جوز جاكوبين مستوى متوسط، وتقريبا برضو الفوطة بتاعته مقصوصة عشان الفرخ. الراجل ده يا جماعة بيشحن لجميع محافظات مصر بعد الاتفاق طبعا، فاللي عاجبه حاجة يتصل معاه ويتفق ويتصل عليه ويشوف طريقة الشحن والحاجات دي. دول جوز جاكوبين، عندك ريتش ألموند مستوى كويس ونطاية بيضة. ده لو جوز لونج فيش يا جماعة مستوى جميل، احنا يا جماعة بنعرض الفيديو دي خدمة لأصحاب اللي متابعين القناة، عشان اللي عايز حاجة يتواصل مع البايع، واحنا ما احناش طرف في البيع ولا في الشراء ولا المسابقة دي. ده لو جزء رشنجة يا جماعة، لون جميل برضو. انت بالتالي بتتعامل مع الراجل المشتري بمعرفتك، احنا ما احناش طرف مع في الموضوع، لا احنا بنبيع ولا احنا بنشتري. اللي بنعرف اسعاره بنكتب اسعاره، واللي مش بيكتب اللي مش عارفين اسعاره طبعا بنكتب رقم التليفون للتواصل، وانت بتتواصل بمعرفتك. دول يا جماعه 3 ذكور نمساوي، ده انا برضه بص النمساوي مستوى كويس،
برضو الفرد ريتش الموند وفرد التاني والنتاية تقريبا بيضا. ده يا جماعة 3 فرودة حمام مفتل أزرق، مستوى جميل ولون جميل، عبارة عن ذكران، عن ذكر وانتيتين. واحد بيقول لي طب ذكر وانتيتين عامل بهم ايه؟ انت بتشغل الذكر عن انتيتين وتشغل تحت الحضان، يعني البيضة الحمام ده لما بيبيض بتنقل البيض تحت التحضين وبتريح نتاية، تشغل يعني نتاية تبيض والتانية تريح، عشان ما تهلكش النتيجة. بس ده لا جوز بومة صيني او كورك او زي ما احنا بنقول فلل، معاهم زغلول، مستوى جميل جدا يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، ده جوز نمساوي برضو، مستوى حلو. يا ريت يا جماعة الناس اللي بتتابعنا تشجعنا بلايك وتعليق، ومش هوصيكم انكم تشتركوا معانا عشان نستمر في نشر الفيديوهات. دول جوز فولكا برضو، كل اللي عند الراجل ده حمام زينة مستوى كويس، يعني مستوى متوسط ومستوى عالي. ده له جوز عزاز روسي أزرق، ده له جوز اوزبكي، ده اس برضه هزاز امريكي، ده اسم او يهوديات، ده اس كلر انجليش او انجليزي، يا ريت يا جماعة اللي عنده اي طلب ولا استفسار يتركونا تعليق وانا تحت هنرد عليه، واي حد محتاج اي حاجة يسيبنا تعليق وشجعونا بلايك وتعليق. واللي مش مشترك يا جماعة يا ريت يشترك، ده اخر عرض معانا وهو عرض مرهد، مستوى متميز. وده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.